Cristiano Tredebel! Cristiano! 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 Cristiano Tredebel! Cristiano Tredebel! Oh! Oh! Cristiano! Ronaldo! Tredebel! Ronaldo! Yanari Suud! رونالدو أول مرة يطلع له في حياتي، أول مرة يطلع لي في حياتي رونالدو. رونالدو لا 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 مش قادر وحياة. لا رونالدو رونالدو لهوي يا لهوي. وزي ما انتوا شفتوا طلع لي رونالدو، يعني حاجه يعني فاكرين في اول لعبه بقول او في كل فيديو جايز بقول لكم عمره طلع لي ايكون، عمره طلع لي رونالدو، والحمد لله الحمد لله الحمد لله في ظرف اسبوعين طلع لي الاثنين. فدي حاجه خلاص، انا كده مش عايز حاجه من الباكات. انا السنه دي كل نفسي فيه عملته بجد، الموضوع لسه مش داخل دماغي، مش داخل دماغي بتلاتة جنيه. بس الحمد لله جالي رونالدو، جالي من ميجا باك بتاعت اللي هي الاس بي سي اللي نزلت من كام يوم، الحمد لله. فاولا ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم ادم جمعه، والنهارده حلقه الجوائز. واول اكاونت معانا زي ما بيبقى معانا كل اسبوع اكاونت صديقي مكروم ابو ماك، واللي هنفتح له جوائز جولد 3. فرب يطلع له ابو صلاح، لان هو مشجع ليفربولي تقيل قوي، فهنبسط له جدا الصراحه. لازم نفتح الشامبيونز الاول. يا رب صلاح، يا رب صلاح. وشاوي وشاوي توجع، الحاجات دي مش لذيذه خالص خالص. تاني واحدة، يا لهوي يا لهوي شاوي. بصوا يا جماعة، معانا 3 ميجا 4 ميجا واتنين ب50,000، لا 3 ب50,000 واحدة الكتريم. تعال نخلص من الكتريم ونعملها سكيب حتى عشان ايه ونفكس لها يعني من الاخر، وبعد كده نشوف الباقي. ماشي، يعني 4 ميجا واحدة ب50,000، 2 ووك اوت بالميت بالميت، فيا رب يطلعوا لنا. ماشي، دي شاشات بس اسبانيا، يعني نخش على الباك اللي بعديه على طول ما تفكرش. ها ادي نيلة، مش ووك اوت، ايه بقى بيل بقى؟ يا دي الذل يا دي الذل، يعني حتى بيل ما بقاش اللي هو يا لهوي جالي بيل، فاداه لنا انت طيب اي حاجة. يا اكنجي ورمزي اهو، يا اخي يا اخي، حتى عنده انتريدبل حاجه تقرف. ماشي، اخر ميجا ناخد بق شاي، يمكن الحظ يتغير. مش هتكلم، انا مش هتكلم، انا هخلي الحظ يعبر عن القرف اللي انا شايفه قدامي. حاجه بقت صعبه الصراحه من هذه الشركه الجميله. يا رب في الباكتين اتنين بقى، طب واحده خلاص. ماشي يا ايه عايزين واحده بس، مفيش مشكله خالص، عايزين ووك اوت واحد، ووك اوت واحد لو سمحت. يا دي النيله، شاشات بس، شاشات بس، اسبانيا بس 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 بس. على الصبح كده وبتعصبوني. دي كانت التريدبل، دي كانت التريدبل، يعني دول الاثنين دول انتريدبل، فمش هيحصل حاجه لو جبتوا له ووك اوت حلو. هيحصل ايه؟ ما هو انتريدبل. شاشات بس وايطاليا. بوفون صح ولا سيرجيو؟
ومعاه كاسياس باك حراس، يعني حاجة بقت صعبة أوي يا جماعة الحظ، مش ممكن. آخر واحدة، آخر واحدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة بقى، أيوة نبي وكوت نبي 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 نبي. ليه 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 ليه؟ طب فابينيو. طيب يا شركة ناويالنا على ايه؟ يا شركة ناويالنا على ايه؟ انا اكونت ابس لاب واللي مخلص جولد 3، فهل حظ جولد 3 يتغير في الاكونت ده ولا هيفضل زي ما هو؟ لا مؤاخذة، طلع لنا لا مؤاخذة. انا بحبك بس عشان انت كويس في التجارة وبتعمل فلوس، واللي استثمر فيه من الفيديو الفورتنس يا جماعة يتقل كده اليوم الاثنين التلات، يكون بقى ايه نزل تحديات وغلي غلي غلي ويبيع ساعتها. تاني واحدة، اتلاقي له 2.86، فمش مش مفروض مش مفروض عبد السلام يعترض. لوكاس مورا، لوكاس مورا مش عارف ده تريدبل ولا انتريدبل، بس بنبسط لما اشوف اي باك. انا بحب لوكاس مورا جدا. هو مش عنده حلو، سوبر ساب جامد. الونسو ليفت باك، افتكرته سنتر باك، مش ممكن. فتحت له باكات كتيرة ولكن الحظ لا ينصفني، حظ سيء سيء. ليه يا شركة ليه؟ استاذ انفورم بولغا فاليرو عامل لي على السلامه وتريدبل كمان. اخر باك معانا وباك ب 50,000، هل هنختم الاكونت بحاجه حلوه؟ تيم اوف ذا يير نوميني اونانا. طب هو ليه ووك اوت اصلا؟ ده 83 اقل، يعني يعني نومني قليل قوي حتى ان هو يبقى ووك اوت. لا لا لا، لو يعني انا سيبنا بقى، ما طلع ما كنت في الاحمر ما كنتش تبطل تطلعنا وبتطلع لنا انفورم، دلوقتي تيم وديرو بتطلع لنا. يا عم سيبنا في حالنا بقى، بس 10,000 حلو. لا تعال اهلا وسهلا، 10,000 حلوين. ومعانا اكونت جوكساوي صديقي واللي مخلص برضو جولد 3 ما شاء الله، النهارده كله مخلص جولد 3. عايزين ابو مكه بقى. هرنانديز حلو قوي، سواء عنده كارلوس الايكون، بس ده كارت جامد، ده كارت جامد جدا جدا، واحتمال يجيله بقى وينتر ابجريد وده يبقى مثلا 5 86، يبقى جامد. ماشي حلوه مش وحشه. شوف اللي بعديها. لعيب التجاره التاني المفضل بتاعي راؤول البيول، يلا بقى. على المزاوله يا عم، هاتولنا فاران، هاتولنا لونجليه، اي حاجه. ماشي يا باكاية مش وحشة، بس الصراحة دي كانت احسن باكاية طلعت له. تعالوا بقى نخش على اكونت جليتشاوي بعد كده اكونتي. ومعانا اكونت جليتشاوي اللي من كتر ما فيفا كانت وحشة الاسبوع ده يا دوبك خلص جولد 1. نفسي يا جليتشاوي اطلع لك حاجة عدلة بدل القرف بتاع كل اسبوع، فيا رب يا رب اعرف اجيب له دي بروين او صلاح. بسم الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ما تحطوا حاجة. طيب يا ابني اعترم نفسك يا ابني، دي قناة محترمة، دي قناة محترمة. ليه كده بس يا شركة؟ ليه؟ ليه؟ يعني ليه؟ يعني حاجة بقى صعبة أوي. جلتشاو يا جماعة بقى في ديفيجن 1، أنتوا متخيلين؟ متخيلين أنا بحفرك في 4 والباشا في 1، بس هو ما شاء الله لعيب جامد يعني، لعبته وزعلني. استاذ خميس طلع لنا من باك ب 50,000، مش عارف مش عارف. الووك اوتس النهارده زعلانه او مخبيينها لبكره بقى، ما تفهمش ما تفهمش هم الشركه دي ماشيه بانه نظام.
نفسي اطلع له حاجه فوق ال 100,000، سواء كانت تريدبل او ان تريدبل. يعني 2 ميجا، 2 باكتين ب 50,000، و2 باكتين ب 100,000، 2 باكتين، باكتين ب 100,000، ووك اوت واحد مش ممكن. شاشات بس، شاشات بس، وايه تزكو يعني، مش اي شاشات كمان، اللي هو مفيش امل اصلا. يا جماعه يا جماعه، جولد باك ايه؟ مش هفتح، مش هفتح، احترموا نفسكم. انا مش عارفه ليه. ها، تيم اوف ذير نوميني، يا رب عالم عدل. انجلترا، سي دي ام هندرسون، يا يا 84، ليه بتعملوا كده؟ سعول ملك التجارة وملك الفلوس، على 100,000، يلا 100,000، يلا. انت ما بتطلعيش هوك، انت ما بتطلعيش هوك اوت، اثبتي ان انا غلط، يلا. يوه، انا صح، انا صح. مين جمبري؟ تعالى جمبري، تعالى حبيبي، تعالى تعالى تعالى. اللعبه كلها بقت لعيبه اس بي سي، يا نهار دوبليكيتس. تفتكروا يا جماعه اخر واحده طلعوا لي تيم اوف ذا يير نومينيه عدل؟ طلعوا له حاجه عدله؟ الواد يستاهل، اكتر واحد بيجيب رانكات وبيجلوش حاجه. تيم اوف ذا يير نومينيه، ها يا رب عالم عدل. برازيل ليفت وينج بقى، سنتر فورورد فيرمينو، ماشي ماشي موافق. يلا يا عم تيم اوف ذا يير نومينيه فيرمينو، عامل كام ده؟ استنى نبص كده، عامل كام استاذ فيرمينو؟ فيرمينو ماشي 85,000 ولا 84,000، حلو. انا راضي، يا رب يا رب كلتشاوي تبقى راضي. في حد مستخبي؟ مش عارف، بس حلو. كارت شكله حلو الصراحه بتاع تيم مدير نومني، ما اكدبش عليكم. ماشي، دي بكاية مقبوله، مقبول، مش هنقول وحشه، مش هنقول رهيبه، بس مقبوله. فحان الان وقت حسابي، حسابي وصل. يا جماعه دلوقتي، دلوقتي عشان تبقوا في الصوره، ده فريقي، انا بعت ميسي من الاسبوع اللي فات وتاجرت وعملت مبلغ محترم وطلع لي رونالدو، واوريكم الفلوس اللي معايا دلوقتي. ده اكتر كده بالك كان معايا جاهز، لسه مش عارف هعمل بيه ايه، بس ده فريقي دلوقتي. الوحيدين التريدبل اللي هم جريزمان و وميرتنز، وبصوا 3 مليون بقى معايا، 3 مليون كوين، مبلغ كبير الحمد لله. لسه مش عارف هعمل بيه ايه، هحاول اتاجر وازوده، بس في نفس الوقت عايز اجيب بقى ميسي ونيمار كده واظبط نفسي. انا ما كنتش منزل فيديو ملخص من كتر ما الويكند ليج دي كانت كارثه، كانت حادثه، مش كارثه، حاجه ماساه. فخل وقفت عند جولد 3 وريحت اعصابي، قلت مش مهمه بقى ايه اللي يحصل يحصل، لان الواحد كان يعني خلاص جايب اخره. فتعالوا نفتح الحمر ونشوف، يمكن ربنا كاتب لنا حاجه. بارديس اوكي، لسه قدامي كتير قوي يعني، عقبال ما اجمع لعيبه بعمل بيهم حتى الابجريد، فرب يطلع لنا حاجه عدله. مفيش 83 83 بس، قشطه يعني، هو ده حظ العام يعني، كله بيجي له نفس الشله دي، فمش هتضايق. معانا ديفيجن 4 رانك 2، ناخد الانتريدبل كالعاده ونشوف حظنا هيبقى عامل ازاي النهارده. اوه انفورم ووك اوت، انجلترا ليفت فوق. اوه سانشو، سانشو ان فورم، حلو قوي، ان تريدبل بس حلو جدا، من ميجا باك لن اعترض تماما تماما، حلو قوي. ايه يا عم سانشو، اهلا بيك في النادي. ينفع سوبر سب، ينفع سوبر سب، انا بحس الدريبلينج بتاعه جامد، وانا كنت محتاج وينج سوبر سب، فده حلو، حلو قوي. خبي لنا انت ايه كمان، ماسكرانو، لا تعالى سولير، حلوة قوي 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 سانشو ده. واسوأ الامور هيترمي يعني في اس بي سي ولا حاجة، مش ازمة، حلو جدا كده. ناقص لنا 350K باك، يلا بقى يلا بقى. دي فيها
فيها فراغ، فيها 81 وتريدبل. على فكرة عايز اقول لكم حاجة، انا اكتشفت حاجة دلوقتي، انتوا لو معاكوا حبة تريدبل وان تريدبل تقريبا، انت مهما كان الترتيب انت اللي هتدوس عليها هتبقى تريدبل الاول. يعني ما بحاول اهرب منها، مش عارف، دايما بتيجي تريدبل، اجي كده اجي كده بتيجي تريدبل. ف دي حاجة يعني نصبايا مش شركة الصراحة، يعني المفروض نبقى عارفين انه تريدبل وانه الان تريدبل. بس يلا نقعد نشتكي. ماشي، دي فيها شاشات بس وفيها. يا ابني هو انت كل اسبوع هتجيلي؟ يا ابني سيبني في حالي يا عم، انت مش عاوزك مش عاوزك. ومعانا اخر باك في الفيديو، اخر بانك هتبقى على اكونتي، باك ب50,000. وهل يا ترى هيبقى فيها اي حاجة؟ هنشوف. ما فيهاش حاجة فاضية يا اختي. ماشي ماشي، مش هنعترض، انا طلع لي رونالدو خلاص وسانشو ان فورم، انا ما عنديش الحق اني اشتكي. انا الحمد لله الحمد لله خلصت اللي انا عايزه من الباكات السنه دي عامه، ف مش هشتكي من اي حاجه. دلوقتي ال 3 مليون وكسر دول هعمل بيهم ايه؟ انا لسه عايز اجيب ميسي، وعايز اجيب نيمار، وغالبا هتاجر بالباقي. ده اللي في دماغي. لو عندكم اي اقتراحات تانية يا ريت تقولها لي في الكومنتس، لان يعني عايز اللي هو ايه، اوفق بين الاتنين، اتاجر شويه والعب شويه، وانا عايز استمتع باللعبه، لان دي من الاخر اكتر فتره الواحد بيلعب فيها هي دلوقتي. فعايز اجيب ميسي ونيمار انبسط بيهم وخلاص. بس الفكره ان كده اخلي صلاح دكه، فدي حاجه مضايقاني برضه، فمش عارف هعمل ايه. بس غالبا يعني هجيب ميسي ونيمار. هجيبهم امتى؟ يوم الجمعه هينزل ايكون سوابس 2 تقريبا، والبرايم ايكونز، فحاسس ان هيحصل تاثير في السوق، هيقعوا في ساعة أو ساعتين كده من الزمن الأسعار تقع فيها، فده الوقت اللي هجيب فيه الصراحة اللعيبة وبس. ف يعني يا رب أعرف أجيبهم بسعره كويس، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا جدا يا جماعة، والله الدعم الفترة دي خطير جدا، أنا مش عارف أشكركم إزاي. يعني أنا لو عليا أقول لكم شكرا كل دقيقة في الفيديو، فبجد بجد أنا مش عارف أشكركم إزاي. ما تنسوش تعملوا لي فولو على تويتر وانستجرام وفيسبوك، ولو سمحت لو وصلت لحته في الفيديو ومش عامل لايك كريت تنزل تعمل لايك وتعمل سبسكرايب. لو مش عامل سبسكرايب ما تنسوش تنزلوا تطبيق بوديو وتعملوا لي سبسكرايب هناك. وكان معاكم ادهم جمعه، وهشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.